شحال هذا اخويا؟ هذا كنضربو فيه 380. كاين شي غلا هذا العام ولا غلا والو؟ هذا العام الشاري ما كاين، الكسيبه موجوده والشاري ما كاينش. الا كانت من هذا المرض اللي داز الله اعلم، كان الحاله بنادم مقصح راه مقصح. المهم الكسيبه كاينه ولكن الشاري كاين كاع ما كاينش. كاين شي الرواج بحال كل عام؟ ماشي الرواج بحال العام الاول وبحال ولا العام الاول. هذا العام ها تقول لي ما كاين داخل 10 ايام ديال العيد، الشاري كاع ما كيدخل كيما كيما مولف. الله يدير شي تاويل الخير وصافي، الفلاح مضرور هذا العام، لا من الجفاف ولا من هاد الوباء اللي سلطوا علينا. الله الله يجعل بري يرفدو ونطلبوا الله شي تاويل الخير من الفوق. ما كاين والو دابا بعد الست، كاين والو، راه حنا غير جالسين، ما كاين لا بيع لا شرا. الحوله ديال 250 كيعطيوك فيها، المهم 50000 فرنك ديال الطياحه، وهذا الشيء اللي كاين. الرحمه في سيدي ربي. هاد العام واش كاين الازمه بسبب كورونا؟ كاينه الازمه بزاف، كاينه الازمه بزاف. ما القبال ما كاينش، انت كتشوف كاينه غير الكسيبه، البشر ما كاينش كاع في مره. بالنسبه للاثمنه ديال الكسيبه واش غاليه ولا بحال كل عام هذا؟ لا طايحه طايحه، عول على 50000 فرنك للفوق باش مهوده في الغليظه، والرقيقه من 40000 فرنك 30000 فرنك هو دافيه. ولكن دابا الشاري ما كاينش، ماشي ما بيناش 30000 فرنك ولا 50000 فرنك، الشاري ما كاينش. بالنسبه للفلاح والكسابه هذا العام ضررتوا بسبب كورونا والعالم؟ بزاف بزاف، عندنا السعر بزاف. احنا راه عندنا، انا كاين عندي الحولي راه كياكل تقريبا، كاين الحولي اللي كياكل 5 دراهم في النهار، وضارب عندك 5 شهور و 6 شهور. ايوا شويه الساعه شويه، اليوم عاد جينا مازال ما باين لينا شي حاجه، وتنتكلوا على الله. هذا قلنا مولانا يكون بارك ان شاء الله. بالنسبه للاثمنه بحال كل عام ولا هذا العام غالي بسبب كورونا؟ وهذا العام مازال ما باين ليناش، اليوم عاد جينا حنا، ما لهنا لقدام ما نعرفوش بحال هذا العام فايت ولا ولا يكون نقصان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.